السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في رمضان وجعله بينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما حان حين وآن آن. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح تفسير ابن سعدي، واسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 استكمالاً للقسم الأول المشتمل على مقدمة المصنف وتفسير فاتحة الكتاب. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها، وحاث عليها، كاشف الطريق الموصل إلى دار الآلام، ومحذر عنها. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة صفتين من الصفات الإحدى عشرة التي ذكرها للقرآن الكريم، وهما كونه مصدقاً لما تقدمه من الكتب ومهيمناً عليها. وفرغنا من بيان معنى هاتين الصفتين، وبقي من الكلام بقية، وهو أن المصنف لما ذكر هاتين الصفتين أتبعهما بذكر أثرين ناشئين منهما، فإنه نشأ من كون القرآن مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه ما ذكره في قوله: فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، إلى آخر كلامه. فالآثار المذكورة الناتجة من كون القرآن مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه اثنان: أحدهما أنه معيار الحق والباطل، وهو المذكور في قول المصنف: فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود. فالحق والباطل يعرفان بعرض ما فيهما على القرآن، فأي أمر تعلق به اعتقاد أو قول أو فعل ثم أردت أن تعرف جلية الأمر فيه، هل هو حق أم باطل، فاعرضه على القرآن، فإن القرآن يبين الحق من الباطل، وذلك لأمرين: أحدهما أن الله سبحانه وتعالى أنزله بالحق، قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فما كان موافقاً له فهو الحق لا ريب، لأن القرآن جاء بالحق، وما شهد له القرآن بالحق فهو حق. والآخر أن الله سبحانه وتعالى جعله فرقانا، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وتقدم أن الفرقان
هو الذي يفرق به بين المتقابلات، فالقرآن يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلالة، والسعادة والشقاء. فما شهد له القرآن بالحق فهو حق، وما لم يشهد له القرآن بذلك فإنه يكون مردوداً لأنه باطل. ومهما ابتغى الناس شيئاً يعدلون به الأقوال والأفعال والأحوال والخلق فلا يجدون أصدق من القرآن، لأنه كلام الله. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. فما حاك في نفسك منه شيء أهو حق أم باطل، فاطلب تمييز حقه من باطله بالقرآن. والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، فجعل القرآن ميزان الحق في تمييز الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والسعادة من الشقاء. ثم علل المصنف رحمه الله رد معرفة الحق والباطل إلى القرآن بقوله: لأنه تضمنها وزاد عليها. والجامع لكل شيء مغن عن كل شيء، فهو الذي يعرف به حق كل شيء وباطل كل شيء. فالقرآن الكريم جاء مشتملاً على ما في تلك الكتب وزيادة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء، أي موضحاً لكل شيء. وبهذه الكلية يكون القرآن كافياً في بيان الحق من الباطل. وأما الأمر الآخر وهو الأثر الثاني من آثار ما تقدم، وهو كون القرآن موصلاً إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، وهو المذكور في قوله، وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر منها. فنتج من كون القرآن مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه أنه يوصل إلى الجنة. وذكر المصنف دليلاً على ذلك، وهو قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والسلام في هذه الآية فيه قولان: أحدهما أنه الله، لأن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى تمام الآية. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى السلام، فيكون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يهدي بالقرآن من اتبع رضوانه سبله سبحانه. وسبل الله سبحانه هي أنواع ما أمر به، لأن الطريق الموصل إلى الله باعتبار أصله واحد. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل الله باعتبار وضعها واحدة، وباعتبار مفردات ما فيها من أنواع المأمور به واختلاف متعلقاته بالخالق والخلق تكون سبلاً، وهي المرادة في هذه الآية. فسبل الله هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به مما يوصل إليه ويقع منه سبحانه وتعالى موقع الرضا.
والآخر أن السلام السلامة، فيكون معنى قوله تعالى سبل السلام أي طرق السلامة التي إذا سلكها العبد أوصلته إلى السلامة. وطرق السلام نوعان، أحدهما طرق السلام في الدنيا، طرق السلام في الدنيا، وهو ما بعث الله به إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له السلامة. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن لم يضل ولم يشقى فقد صار سالماً وحصل السلامة. والآخر طرق السلامة في الآخرة، وهي مقاماتها إذا سلم العبد فيها، فإذا أدخل قبره وصار فيه فهو مفتقر فيه إلى سلامة، وإذا بعث من قبره صار مفتقرا بعد إلى سلامة، وإذا حشر الناس احتاج إلى سلامة، ولا يزال ملتمسا هذه السلامة بعد نشره وحشره إلى حسابه ودار قراره، فلا غنى له عن طلب السلامة حتى توصله تلك السلامة إلى آخر السلامة وهي الجنة. ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى دار السلام، فقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وقال تعالى لهم دار السلام عند ربهم. ولما كانت تلك هي غاية الغايات في سلامة الآخرة كان دعاء الأنبياء عند آخر طريق يوصل إليها وهو الصراط أنهم يقولون اللهم سلم سلم. فمن آثار كون القرآن مصدقاً لما بين يديه ومن الكتاب ومهيمناً عليه أنه يصل العبد به إلى السلامة، فهي سلامته في الدنيا والآخرة. ومن وصل إلى السلامة وكان مستقره دار السلام حظي فيها برؤية السلام سبحانه وتعالى، فصارت هذه الآية جامعة لأنواع السلام التي يفتقر إليها العبد في الدنيا والآخرة، ومردها إلى القرآن إذ قال الله سبحانه وتعالى فيه جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، جعل الله وإياكم من أولئك أجمعين. قال رحمه الله وقال تعالى مخبرا عنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فبين آياته أكمل تبين وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال تفصيلا كاشفا لللبس لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الصفة الثامنة من الصفات الإحدى عشرة، وهي المستكنة مدخرة في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم بيّن أن الصفة المذكورة في هذه الآية مدارها على أمرين، أحدهما إحكام القرآن المذكور في قوله أحكمت آياته، والآخر
تفصيل القرآن المذكور في قوله تعالى ثم فصلت. وذكر المصنف رحمه الله أن الأمر الأول وهو إحكام القرآن يرجع إلى شيئين، أحدهما أن الله بيّن آياته أكمل تبيين، والآخر أن الله أتقنها أي إتقان. فأما الأول وهو أن الله بيّن آياته أكمل تبيين، فلأنه جاء بياناً للناس وتبييناً لما يحتاجون، قال الله تعالى هذا بيان للناس، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. فالقرآن في نفسه بيان أي واضح، وهو بالنسبة للخلق مبين أي موضح لما يحتاجه الخلق. وأما الأمر الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى أتقنه أي إتقان، فمعناه أتى به على أكمل الوجوه، وكما تقدم فإنه لا يوجد فيه ريب ولا يوجد منه ريب. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، أي ما من نبي إلا وأراد الشيطان إفساد ما يتلوه من كتاب الله سبحانه وتعالى ورام التلبيس عن الخلق فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله ويمحوه ثم يحكم الله سبحانه وتعالى آياته، فآياته سبحانه وتعالى محكمة. وقال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فكل شيء من خلق الله وأمره هو متقن، وأمر الله يراد به وحيه وأعظمه القرآن. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فالأمر هو وحيه المنزل قرآنا على محمد صلى الله عليه وسلم. فلاجتماع هذين الأمرين من تبيين القرآن أكمل التبيين وإتقانه أتم الإتقان صار القرآن موصوفا بكون آياته أحكمت. وأما الأمر الثاني وهو تفصيل آياته المذكور في قوله تعالى ثم فصلت، فذكر المصنف أنه يرجع إلى شيئين أيضا، أحدهما تفصيلها بتمييز الحق من الباطل، والآخر تفصيلها بتمييز الرشد من الضلال. ففصلت آيات القرآن حتى صار مميزاً بين الحق والباطل ومميزاً بين الرشد والضلال، وهذان الأمران كلاهما ذكرا في خبر الجن مع القرآن، فتمييزه بين الحق والباطل هو المذكور في آخر سورة الأحقاف في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالقرآن مميز بين الحق والباطل، وهو أيضا مميز بين الرشد والضلال. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالقرآن مميز بين الحق والباطل ومميز بين الرشد والضلال، ولهذا صار القرآن مفصلا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. ثم
ذكر المصنف صفة تفصيله فقال تفصيلا كاشبا كاشفا لللبس، أي لا يوجد معه اشتباه حق بباطل، فإن اللبس أن تتداخل صورة الحق والباطل والهدى والرشد والضلال فلا تتميزان. وأما القرآن فقد جاء كاشفا لللبس كما قال الله سبحانه وتعالى عنه إنه لقول فصل، أي يفصل بين الحق والباطل وبين الرشد والهدى فصلا لا يبقى معه لبس. وهذه حقيقة كونه فرقانا، فإن حقيقة الفرقان هو أن يقع الفصل الذي لا لبس فيه، كما قال تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فكان فرقانا لأنه ميز المؤمنين عن الكافرين. فالقرآن لا يبقى معه لبس حق بباطل ولا لبس رشد بضلال. ثم بين المصنف ما أوجب وقوع القرآن كذلك من كونه محكما ومفصلا، فقال لكونه صادرا من حكيم خبير. قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وهي صنو هذه الآية. فهذا الوصف من الإحكام والتفصيل جاء من أمرين، أحدهما العلم والآخر الحكمة. فأما العلم فإنه مذكور في هذه الآية في اسم الله الخبير، وفي الآية الثانية باسم العليم، لأن حقيقة الخبرة هو الاطلاع على العلم الباطن، فتلك الآية تصدق الآية المذكورة. وأما الحكمة فمذكورة في الآيتين كليهما في اسمه سبحانه وتعالى الحكيم. فالقرآن نزل بعلم كما قال الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، وقال فصلناه على علمه، وكذلك أنزل القرآن بحكمة كما قال تعالى وما ذلك ما ذلك ما أنزل إليك من الحكمة، أو اذكر ذلك ما أنزل إليك من الحكمة، وفيها وصف القرآن بكونه حكمة. وما بقي من الآيات وفيها ذكر الحكمة مع الكتاب فالمراد بها السنة، وأما الآية المذكورة فالمراد فيها القرآن الكريم بأنه مشتمل على الحكمة من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف بعد ما يبين هذا الإحكام والتفصيل في قوله فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. والآية السابقة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهذا الذي ذكره المصنف في هذه الجملة يبين ما نشأ من علم القرآن وحكمته الراجع إلى إحكامه وتفصيله. وتقريب هذه الجملة أن القرآن باعتبار حكمه نوعان، أحدهما حكم خبري والآخر حكم طلبي، وهو المشتمل على الأمر والنهي. فأما الحكم الخبري فهو المذكور في قول المصنف فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، وأما الحكم الطلبي فهو المذكور في قول المصنف ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. فالقرآن باعتبار خبره
لا يخبر إلا بما كان صدقا. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وهو حق كما قال تعالى: وإنه لحق اليقين. وهو يقين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وحق كما تقدم في قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. فخبر القرآن صدق وحق ويقين. وأما طلبه فهو كما أخبر عنه في أمره، قال: ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما نهيه الذي ذكره بقوله: ولا ينهى عن المضار، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية، ففي قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالقرآن لأجل إحكامه وتفصيله صار حكمه أتم شيء خبرا وطلبا. فخبره واقع حقا وصدقا ويقينا، وطلبه في أمره مشتمل على العدل والإحسان والبر، ومشتمل في نهيه عن النهي عن كل ما يضر العبد في العاجل والآجل. فلأجل هذا كان القرآن كما أخبر الله عز وجل عنه في هذه الآية: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل.